بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيك يا سنة 6؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض تيست 4 اون يونت 2، هنحل الاختبار الرابع على الوحدة التانية. وقبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. ونبدأ على طول يا حلوين ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال listen and circle، يعني استمع وضع دائرة. الجملة اللي بتسمعوها في كل نمبر بتعملوا عليها سيركل، دائرة. في نمبر 1 he had 6 loaves of bread، يبقى letter A. في number 2 I think so، اعتقد ذلك. I'll have a steak، يبقى letter B. في number 3 how many glasses of orange juice do you have، يبقى letter B. في number 4 what's today's special، يبقى letter B. نمبر 2 بيقول لي listen and complete، يعني استمع واكمل. يعني الكلمة اللي بتسمعوها يا حلوين بتكتبوها في النقط. عندنا حوار بين ويتر وأيمن. ويتر يعني الجرسون بيقول لأيمن، بسأله سؤال، بيقول له may I take your order now، رد عليه أيمن وقال له I'd like an apple pie please. يبقى أول كلمة نكتبها apple. بعد كده ويتر سأله سؤال تاني، بيقول له would you like something to drink، يبقى تاني كلمة drink. رد عليها أيمن وقال له some tea please، تالت كلمة tea. بعد كده ويتر قال له how do you like your tea، رد عليه أيمن وقال له without sugar، يعني بدون سكر. يبقى هنكتب like في number 4. بعد كده choose، اختر. number 1 grandpa Alice is open daily، يعني مطعم الجد علي يفتح يوميا from 11 to 10. يبقى أول جملة هنختار from. number 2 he had a can of lemonade، بنعد عصير الليمون بالعلبة، علبة يعني كان. نشوف الصفحة اللي بعد كده. بعد كده at this restaurant children under 5 eat free، يعني في هذا المطعم الأطفال يأكلون مجانا. بعد كده he ate a loaf of bread for breakfast، هو أكل رغيف خبز في وجبة الإفطار. number 5 my uncle is a good chef he cooks well، هو يطبخ بطريقة جيدة، معنى كده ان هو ايه، شيف. number 6 she likes to drink a chicken soup، هي تحب ان تشرب شوربة الدجاج. number 7 فاروق's new Italian restaurant، تاني فاروق's new Italian restaurant، يعني مطعم فاروق هو مطعم إيطالي جديد. is clean، طبعا يكون نظيف. and the prices are good، والأسعار جيدة. and the prices are good، والأسعار جيدة. يبقى مطعم فاروق ده عبارة عن مطعم إيطالي جديد وأسعاره جيدة وفي نفس الوقت نظيف. number 8 how much fruit salad can you eat، علشان هنا الاسم طبعا اسم لا يعد، يبقى هنختار ماتش. number 4 circle the odd word and replace it with a correct one. number 1 juice water lemonade apple pie، نعمل سيركل على apple pie ونكتب تي. number 2 bread roast beef turkey soda pop، صودا البوب دي مشروب، يبقى كلهم فودس اطعمه ما عدا صودا بوب، يبقى نعمل عليها سيركل ونكتب رايس. eat drink orange make، يبقى نعمل سيركل على orange ونكتب go. slice man loaf bowl، يبقى نعمل سيركل على man ونكتب piece. bakery restaurant can museum، نعمل سيركل على can ونكتب school. بعد كده big adels is a new Italian restaurant، عبارة عن مطعم إيطالي جديد in Alexandria في الإسكندرية. it opened last month، افتتح الشهر الماضي. هو از بيج ادل، مين هو بيج ادل؟ بيج ادل از اونر، هو المالك. هي از ذا شيف، وهو برضو رئيس الطهاة. ات ذا ريستورانت تو، في المطعم ايضا. اون فرايدي احمد اند هيز فريند رامي، احمد وصديقه رامي، ايت دينر، اكلوا وجبه العشاء ات بيج ادلز، في مطعم بيج ادلز. احمد سيد احمد قال بيج ادلز ميت بولز، يعني كرات اللحمه في مطعم بيج ادلز. or the best meatballs in town، هي أطعم أو أفضل كرات لحم في المدينة.
The best يعني الأفضل، هي الأفضل، الأفضل في الطعم. رامي said قال رامي I am going to bring my sister here tomorrow، أنا سوف أحضر أختي هنا غدا. Kids under 6 eat free، الأطفال أقل من 5 سنوات يأكلون مجانا. Number 1 Big Adels is the owner of a new Italian restaurant. بعد كده Big Adels is a new Italian restaurant in Alexandria. بقول لي when did Big Adels open؟ هنقول it opened last month، يعني افتتح الشهر الماضي. Who eat free at Big Adels؟ هنقول kids under 6 eat free، الأطفال أقل من 6 سنوات يأكلون مجانا. بعد كده بقول لي write a paragraph، اكتب paragraph of 7 sentences، من 7 جمل، عن إيه؟ an Italian restaurant، عن مطعم إيطالي. هنجيب موضوع من اللي عندنا، هنقول طبعا من اللي احنا عارفينهم وحافظينهم، Big Mama's is a new Italian restaurant in Cairo. It opened on Wednesday، افتتح يوم الأربعاء. Big Mama is the owner، هي مالكة المطعم. She is the chef too، وهي برضو الشيف أيضا. Big Mama's meatballs are the best meatballs in town، كرات اللحم في مطعم Big Mama's هي أفضل كرات لحم في المدينة. It is clean، إنه نظيف، المطعم يعني نظيف. Kids under 6 eat free، الأطفال أقل من 6 سنوات يأكلون مجانا. أول جملة في الترتيب هتبقى These meatballs look delicious. These meatballs كده جمع، علشان كده قلنا look، look delicious. These meatballs look delicious. بعد كده Do you like bread؟ Do you like bread؟ عندنا بعد كده punctuation يعني علامة الترقيم، الحاجة الناقصة في الجملة بنكملها. فنمبر 1 الدي في ديد، الايه في الي كابيتال، معنى كده ان انا هنزلها زي ما هي، يعني لو الحرف موجود كابيتال هنزله زي ما هو كابيتال. الام في منى برضو كابيتال، هنزل الحرف زي ما هو. وفي الاخر question mark، علشان ده سؤال بيبدأ بفعل مساعد. نمبر 2 جراند با اليس، يبقى الجي هتنزل كابيتال زي ما هي، الايه فالي والابوستروف اس بعد الي، والار في ريستورانت، وبعد كده فول ستوب، وفي الاخر فول ستوب علشان دي جمله وليس سؤال. لو سؤال بنحط كويستشن مارك، لو جمله بنحط فول ستوب. وبكده يا حلوين نكون انتهينا من حل الاسئله. ما تنسوش تشيروا الفيديوهات لاصحابكم يا حلوين، نشير كل الفيديوهات لاصحابنا ونضيف اصحابنا للقناه يا حلوين. ولو عايزين اي حاجة اكتبوا لي في كومنت، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.